المتتبعين، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ شكرا لكم بزاف 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 والله العظيم على هذا الفيديو، جايه باش نشكركم. او ثاني صورت البارح واليوم. ايوا لي خطك اي راهي اللي كتصورني. وقفي اي باش ما تحركيش حبيبه. ايوا كنشكركم بزاف كاع المتتبعين الزوينين داخل الوطن وخارج الوطن، كاع المتتبعين اللي شكرونا في قناه البهجه، وكنشكر قناه البهجه اللي عرفونا على هاد الناس الزوينين المحترمين اللي كيقولوا ديما في حقنا كلمه زوينه. لهلي خطيكم المتتبعين، والله يجعلها لكم حسنه ان شاء الله. لهلي خطيكم، وكل واحد تبارك الله كيعبر على المستوى ديالو. والله القسم للبارح الليل كامل وانا كنقرا في التعاليق، انا كنشكركم من هذا الفيديو كاملين واحد بواحد كاع اللي جمد سميت لطيفه وهشام وخوله وعائله لطيفه. كنحترمكم وكنقدركم وكنشكركم. كنشكر قناه البهجه بزاف بزاف اللي لقاونا مع الناس الزوينين والهلي خطيكم. كنشكر مولات الماسك، قناه مولات الماسك حتى هي شكراتنا بزاف القناه ديالها اللي خطيها، وتيا المحتوى زوين ما زعما واخا كدير داكشي ديال التناقض ما كتجرح حتى شي واحد اللي خطيها. وشكرا لكم بزاف مره اخرى عاوتاني. هو سي هشام راه خدام، واليوم ان شاء الله غدا نصايب الفطور ديالي وغدا نمشي عند لوستي، راه كاينه نمشيو عند ميمه سعيده. غادي نمشيو ان شاء الله اليوم نفطروا معاها، كنت غنعيط لهم يجيو عندي، قلت صافي ملي ما مساليش غادي نصاوب انا الفطور ونمشي عندهم ان شاء الله، وغنشارك معاكم الفطور ديالي البسيط. واخا ما شاركتش معاكم كلشي، غنشارك معاكم الحريره ان شاء الله، وغنشارك معاكم ليكيش غنعمرهم قدامكم، والمويلحات الاخرين كانوا عندي موجودين، وان شاء الله انا معاكم. والله القسم الا تتشجعونا بالتعاليق الزوينه وكيخليونا نستمروا ونزيدوا القدام، والهلي يخطيكم على التتبع ديالكم كاملين. والله يلاقينا غير مع الناس الزينين يا رب. يلا ايه لالا كريم. السلام عليكم متابعين لطيفة ولوك، شكرا على كومنتات، ديروا ماما لايك وشير وسبسكرايب ديما لايكات. ادعي مع ايا بالنجاح، راه مسكينة كتساعدني وكتصورني. يلا البارح درنا فطر جماعي في المدرسة ودوزنا الامتحان. مزيان، يلا دابا غادا ندوز معكم الحريرة. انا راه فايتة مشاركها، ولكن دابا تبارك الله راه كيدخلوا ناس جداد، مرحبا بكم، والقناة قناتكم. كل ما كنتوش نتوما ما غنكونش انايا. ان شاء الله غنشارك معكم الحريره باللوز دايراها. ايوا هانتوما ايا غنبداو من هنا. عندي هاد المطيشه هادي راه خاليه من المواد حافظه زوينه، هاد المطيشه كتجي في الحريره زوينه. عندي هنايا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الروز، عندي هنا واحد رابعه ديال اللحم ديال البقري مقطع، عندي هنايا زلافه ديال الحمص هي تقريبا شي رابعه، عندي هنا مطيشه سوريز هذه شديتها ملي كانت مطيشه شويه رخيصه، خديتها غير بجوج دراهم، شديتها وسلقتها وطحنتها وصفيتها من داك القشور ديالها. كتجي زوينه في الحريره، كتجي زوينه في هكا بغا ديريها في اللاطا ديال السردين، كتجي في البيتزا. صوبت وحده من السما معشبه ديال البيتزا، فيها الزعتر، فيها ورقه سيدنا موسى، فيها العطريه هذه درتها بلا عطريه. عندي هنا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الكرافس وثلاثه ديال الربيع مخلط، عندي هنايا واحد زلافه صغيره ديال اللوز منقي، عندي هنا واحد جوج بصلات، عندي معلقه ديال السمن هذه حتى الاخر عاد غادا نديرها، عندي هنا في العطريه انا كندير القرفه، كاين اللي ما كيديرهاش كتجي زوينه في حريره، عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه معمراش كبيره ديال السكينجبير، معلقه عامره ديال الخرقوم، معلقه معمراش ديال الابزار، معلقه عامره ديال التحميره، الملح على حسب الذوق، وهاد الضويمه ديال الزعفران، وعندي الزويته. انا ما كان الحريره ما كنشحرهاش، كندير كلشي في نوبه وحده وكنكب بالماء وكنسد، كنخليها 10 ديال الدقائق، عاد غادا نزيد اللحيمه وغادا نزيد هاد الصلصه هادي، والروز حتى مقرب ندور ان شاء الله عاد كندير. صافي بسم الله غادي نديرو هنا المطيشه. هيا عندي هنا درت مطيشه، غادي ندير الحمص، غندير البصله. هادي حريره، حريره كتعجب ايا الحريره. غندير اللوز،
غندير الربيع، حريرة ساهلة وكتجي زوينة تبارك الله. صافي وغندير العطرية، صافي السمينة غنخليها حتى اللخر حتى كندور الحريرة. ندير هنا شوية الزيت حسب واحد ثلاثة المعالق، عندي هنا الماء طايب. صافي غادا نمرق الحريرة، غنسد عليها 10 دقائق، غنزيد الحيمة طيب. صافي تقلبوا الحمص، انا درت حيت الحمص دغيا تيطيب درت معاه اللوز. موالف ديرو الماء سخون، لكن اللوز ما تيطيبش، داك الحمص ما تيطيبش مزيان، كديروا الحمص واحد 5 دقائق عاد كتزيدوا اللوز. صافي الحريرة ديالنا تبارك الله دغيا دغيا، وكتجي حريرة رائعة، كتجي غزالة تبارك الله. هذه ما درتش فيها العدس حيت الحريرة اللوز ما كيجيش فيها العدس، غادا ندير في بلاصه العدس غندير غير الروز. غتجي تبارك الله ملي غنبغي ندورها غادا نوريها لكم، وخليكم معايا ان شاء الله. غادا ندير الحريره ديالي الطيب وغنشارك معكم لي كيش. ايوا خليكم معايا المتتبعين الغالي اللي خطاكم عليا. يلا ايوا انتم المتتبعين، دابا راه لي كيش خديت انا غير المول، هذا ما كان صايبهم، دابا ان شاء الله شي غنشاركهم معكم هما وطورطات حلوين كنصايبهم زوينين غير اليوم مزروبه. خديت هادو ولكن حتى هما زوينين ديال لاباط فيتي. عندي هنايا ان شاء الله غادا نعمرهم قدامكم. عندي 4 البيضات، عندي هنا دستر الدجاج مقطع شحرته مع بصيله، درت فيه شويه ثومه بودره، درت فيه بزيره وشويه الملحه. صافي هادشي اللي درت فيه لاباريا كيش اللي غنخدم بها ان شاء الله، اللي غنخدم بها اللي غنعمر بها لي كيش ديالي. عندي لاكريم ديال الطاقياطي اللي ديال آية اللي كتعجب آية صحباتي هاما، هاي اللي كنتو هضروا عليها شتي، مع آية تنصايب لها الطاقياطي اللي تيبقى يسولوها صحاباتها. عندي هنا كاس الحليب كنزيدو مع الكريمه ومع البيض باش كيتجي كريمه ديال الطاقياطي، كتجي كيجيو خفاف لي كيش. عندي هنا 4 البيضات، كاس الحليب، غنزيدو الكريمة، هادي زوينة كنطيب بيها. هنا غادي نزيد الصامو ديها وكيتصيب في طاقية الطيل، غنزيد جوج نتوما تاني راه حيت عندي الكيش بزاف. نتوما لا غادي نديرو، ديرو كاس الحليب وكاس الكريمة، جوج بيضات كيجيو زوينين. عندي هنايا غادي نحك واحد شويه الدوزه كتجي زوينه، كيجيو مسمين بالدوزه كيجيو زوينين، كيجيو غزالين خفاف. عندي هنا معلقه كبيره ديال المايزينا، عندي الثومه بودره، عندي المعدنوس مجفف، عندي ليبزار قبيسه الملح، حيت هاد لادند مشحر بالملحه، حاولوا ما تتاداو غيكون تاني الفرماج. عندي هنا اعشاب منسمه تيجيو حتى هما زوينين. ديروا لايك دقه ما حليتهاش. هنا غادا ندير حساب نص معلقه، كيجيو زوينين، كيجيو هاد لي كيش منسمين وزوينين. عندنا هنا غادي ندير واحد شويه د الفرماج حسب شي 2 معالقات، حيت الاخر ملي غادي يطيب عاد غنزيدو من الفوق، وغادي نزيد عليهم نزوقهم ب صافي. شوف تبارك الله راه كتجي ثقيله هاد الكريمه. سمحوا لي المتتبعين نسيت، غادي ندير هنا خماره ديال الحلوى كتجي زوينه هما باش كيجيو من فوقين. نتوما لا دار ما كانش لي كيش بزاف ديروا غير نص خماره، انا حيت عندي تبارك الله هنا مقادير كثير. صافي هي المقادير ديالنا، غادي دابا ان شاء الله غنبداو تنعمروا لي كيش. بسم الله عمرهمش بزاف حيت مازال غديروا فيهم هاد الكريمه،
غيزيد يتنفخ، تيزيد تبارك الله يتنفخ. طق اي قولي كي جا ناضي زويني. لا بغيتو ديرو حتى الخضره مع هاد اللدان ديروها حتى هي كتجي زوينه. سمحوا لي انا نهز الزبيب ديا راه وصولي. نكمل معكم الطاوله نديرها طيب ونشوف ان شاء الله كيجي. تا شي حاجه ديال الزربه ولكن تطلعوا زوينين، ماشي زعما مزروبين ما كيطلعوا زوينين، كيطلعوا واعرين. وليداتي كيبغيوهم. شنو نبغى نشارك معكم كيش كبير ان شاء الله، تا هو كنديرو زوين عائلي. هادو فرديين تاني كيجيو زوينين، كل واحد تيهز القياس اللي بغا. غادي نبداو نغسلو أو تحطي الفرمر شي هبط لتحت داكشي علاش تنحرك الفران. عندي راه مسخن ايوا. لالا ايا راه هي لي تتصورني، قولت ليا كي تيجيكم التصوير قلت ليا راه كتبولك في الكومونتير فرحات. هزي ماما الفوق شويه هي مسكينه ملي كتكون راه تتساعدني. صافي غادي نديرهم في الفران، الفران غنشعل عليهم من الفوق ومن التحت. ايوا خليكم معنا حتى ان شاء الله نوجد، ملي غنكون غنوجد داكشي اللي غندي معايا وغنصور معكم كلشي ونصور معكم الطبيله ديال الفطور واش هي ليكم طيبه نتوما المتتبعين كاملين. يلا حبيبتي ايوا نتوما المتتبعين دابا راه جاتي هشام من الخدمه. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كي داير هذا الشهر؟ كي داير لاباس عليكم بخير؟ ايوا الحمد لله كلشي ها هو راه غادي رمضان، سيدنا رمضان ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم الصحه والسلامه. ايوا اش كدير يا لطيفه؟ زيدي الصوت مالك، رمضان دخل عليك ولا واش دخل عليك رمضان؟ الزوج ديالي ان شاء الله. الله يحفظك الله يخطيك الله يجعل ربي يعطيك شي حجه ان شاء الله ولا عمره. ايوا تمام نديك انا العمره. عزاز وغالين عارضه على اختي سعيده، عارضين عليها في دار غنمشي ندير الفطور ونمشي عندها ان شاء الله. وخويا عبدايم وليداته ايوا ضروري في هذا رمضان تيبغي الواحد يجمع مع العائله ويصلي في الرحيم. ودابا الانسان والله شي ما بقى تيشوف شي من غير هكا ملي كيدير واحد غير شي. تحيه كبيره لاخو خويا بوجمعه، خويا بوجمعه اللي في طنجه، ونوال وهدى اللي شحال هادي ما سولنا فيهم، تحيه كبيره كاملين. وكنشكر بزاف بزاف المشاهدين. وي راه تهضري انت ولا نهضر انا؟ بقى عاوتاني تهضري ونهضر انا، ما غادي يسمعوا كاع المتتبعين. كنشكر المشاهدين والمتتبعين، الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم اللي كتعاونوا مع لطيفه، الله يرحم لكم الوالدين. وشكرتونا بزاف قناه البهجه اللي عرفونا على هاد الحباب الزوينين. الله العظيم الى البارح لطيفه كنقرا عليها وهي تاهي تشوف لي كومونتير. مازال ما كملتي ليا فرحه. لا غادي نبقاو حنا سهرانين حتى الخمسة الصباح. لا سمح لي انا راه كنوض اختي مع الخمسة. لا انا راه المهم خاص نعرف المتتبعين اش قالوا لي. ايوا الحمد لله على وجههم تبقى سهران. الله العظيم شكرا لهم بزاف ونتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا على هذا الفطور. وشوفي لا تحرق هذيك الحريره ان شاء الله.
الحريره ديالي راه شاركتها معكم وهي طابت راه من بعد ما الله الله فيها اللوز اللوز و باش كتهلكيني شوفي باش كتهلكيني وكتسالي معايا كديري فيها اللوز ايوا مهلا في كاسي هشام اللوز اللي كنخدم فيه الحلوى والله العظيم كندوزوها في الحريره والله شوفي نقول لك واحد القضيه من نهار دخل رمضان شوفي واحد القضيه شوفي الحريره باللوز ما تيبغيش ياك تنشرب الحريره في بلايص اخرين ولا اي مكان ولكن الحريره ديال لطيفه راه ما كاينش بحالها كلشي حريرته زينه قال والله العظيم حريرته زينه دابا غادا نزيد ان شاء الله الحريره طابت غنزيد الروز غادا نزيد شويه الكرافس والربيع اييه زيدي على اللي زيدي ان شاء الله يا ربي نتمنى الحريره تطلع زوينه الربيع ديالنا دابا غادا ندورها اعطيه غادا نزيد السمن سمن بودرة اه وعندي هذا هو السمن اللي جبتك من مراكش عندي التخليطه ديال يوكي. الحريره يا لاله جاوبوا المشاهدين واش هذا هو السمن بودرة السمن كانت مصايبه ليا الوالده مسكين الله يخليها يلا سير يعني انا ما جبتكش لا جبتي وكي ماشي بحال هذه اللي كتصايب الوالده نقول لك ماشي مشكل عندي هنايا الماء والطحين تنشدو كنديرو في هذه القرعه هذه وكنخلطو مزيان بحال ترديه قهوه كتبقاو فيه لحبيبات لا حتى شي حاجه وزدت راه زدت ديك الصوليس وزدت صافي دابا غادي ندور سبحان الله العظيم هذه هي اللي باقي لي انا ان شاء الله الا ما كنتيش شي نهار ندور لولادي شي حريره نشوف كي تخرج حافظ الله كي تخرج خاص خاص لطيفه شي نهار نطيب انا باش المشاهدين يشوفوني قلتي يا خويا غير صالحني شويه والله العظيم زيد هذاك شويه الا باقي دابا غادي ما غاديش نزيد غنزيد شويه الماء الماء مع القامة كاينة تبارك الله القوام بزاف تبارك الله صافي باش تتعلمني الحريرة خفيف اييه تبارك الله غتخليها دابا شوية صافي دابا تطيب انا نقرب باش تشوفوا داكشي كي داير هانتوما كي تجي راه رائع ايوا قبلوا على اللي كاين مع لطيف دابا غادي نقلي المالح اللي عندي عندي ان شاء الله السيجار بالخضره وعندي بريوات بلي زيبيناغو الجبن ها هما السيجار بالخضره راه مطيبه من غير نص طيبه طيبه من نص طيبه غادي نكمل لهم دابا الطيبه ديالهم غنديرهم هادو واقله في الفران وغادي نقلي البريوات بلي زيبيناغو الفرماج والجبن وعندي لي كيش راه شاركتهم معاكم انا غادا تاني ملي نزينهم غادي نشوفهم كيفاش طابوا كيفاش مزينين وعندي واحد الحليوه بارده راه دابا نصورها معاكم ان شاء الله في الطبله هذيك ما شاركتهاش معاكم ما بقاش ليا الوقت وان شاء الله الا عجبتكم دابا نشاركها معاكم ان شاء الله انا ما راه عرفتي شحال ديال المشاهدين لطيفه تيقولوا لك شاركي معنا لطيفه شاركي معنا مقصره في حقكم ايوا ها هي بدات هي راه كتوري معايا في هذا رمضان الحمد لله عندي الخدمه هادشي علاش غادي نزيد شويه الماء انا كيبان ليا بركه الا جاتني شويه ثقيله انا كتعجبني الحريره خفيفه حيت راه باقا طيب وباقا ايه باقا ثقاله صافي دابا غادي هي هادي لا لا هادشي تبارك الله هي هاديك يلا توكل على الله ايوا نتمنى المتتبعين اختي سعيده تقبل ليا على هذا الفطور ان شاء الله قابله ايوا وانا نكبروا بها حتى هي راه في بلاصه الام ديال هشام حتى هي تتكبر بها الله يخليها لنا اختي سعيده تحيه كبيره لاختي سعيده اختي حسناء وعادل انتين ديما كتاخذ ليا حقي وكلشي ايوا الحمد لله ياك هشام لا اختي ديما هي اللي كتكون راس كي تيقولوا راس العرام لا خطيه والله لا خطيه على العائله ما نكذبش عليك اختي سعيده اللي كتقول هي اللي كتطبق ولا لا خطيه راه مسكينه هي اللي جامعه الشمل ماشي زعما ايوا هي في مراكش باش المشاهدين يقولوا باش ما يقولوش واش ساكنه في الرباط هي راه في مراكش وجات عندنا هنا دوز رمضان مع رمضان مع ولدها زكريا تحية كبيرة ليهم كاملين زكريا المنبر وتحية لدار خالك تا هما تبارك لي حجة اه كاملين من الكبير حتى للصغير تا هما راهم عزاز وغاليين وبسلامة لالا حسنة معنا في هاد العراضة وبسلامة خويا عادل تحية كبيرة خويا عبد الإله خويا عبد الرحيم اللي في اسفي تا هو فاطمة واختي سميرة بسلامتهم كاملين معنا والله العظيم كاع عائلة الجوالي فين ما كانوا
وصافي دابا غنخليوها طيب وغادي نبدا نقلي الملح ان شاء الله. يلا ايوا نتوما المتتبعين، انا وجدت التحضيرات ديالي، هادو بريوات بليزيبين غير الفرماج والجبن كيجيو زوينين، دابا نشاركهم معاكم كيجيو. شوفوا تبارك الله لي زيبينا اختيبانهم من الورقه خضرين، هاد الرغيفات هادو ديال خاوله صيفطاتهم ليا، كيما قلت لهم دمفطهم زوينين بالخضره والزعتر وزوينين. هادو لي كيش لي شاركت معاكم، وهادو لي نيم ديال الخضره اللي شاركت معاكم، هادو بعد الحمد لله مشاركه معاكم. ايوا هادي حليوه بارده كيكه زوينه ديال 7 المعالق كتجي واعره، هادي راه معمره بالتفاح والبنان، والتحت طبقه ديال الكيكه، والفوق دايره لها كريمه ديال الفلو الليمون. دابا ان شاء الله نشاركها معكم، هذه كتجي واعره حليوه بارده. ايوا صافي الحريره راه دازت هشام الطوموبيل، العصير هنايا، البيض مسلوق الطماط. ايوا ان شاء الله ونتمنى يقبلوا علينا، غندير لهم غير السلوفات باش ما ي... الميكا غادا تعرق عليهم، هذا غنخليه مهوي، غنديرو غير هاكا البشلات، بس غندير داكشي في الطباشر، ولكن غادي يشد لينا كنا غير بلاطويات. ايوا خليكم معانا. السلام عليكم الاخوان الاخوات المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير نشوفو ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ايوا اليوم احنا جينا عند اختي سعيده وجينا تجمعنا كاملين، وها لطيفه ومعايا بنت خويا وحنان، وانا مع واحد لابيل هاد الجهه تا هي احسن وعبد دايما لانه الظروف ديال العمل ديالو ما يخدمش، وزكريا ونطلب الله بخير. يلا يلا الاذان ونطلب الله يا ربي يكون كل شيء بخير وعلى خير. شي كلمه لطيفه. ايوا حنا متتبعين اليوم مع اختي سعيده خويا عبد دايما وحنان وبايله فرحانين، ومعنا اختي سعيده. اختي سعيده كلمة لختي سعيدة. سير سير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد، الحمد لله يشفيكم بخير وعلى خير. وحنا عجبنا 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 جمعنا عندي الدراري خوت وليداتهم، إوا نحوسو على الطواحين إن شاء الله. وانتي غبرتي حسنة. ايوا ها انتم كيف كتشوفوا هادشي اللي تبنى اختي سعيده قبل علينا، وبركه وخير وخير وبركه وشكرا. كنا غير نتجمعوا ونتصرفوا عليه.